في مصر في جامعة القاهرة، ولاحظت أن العديد من الباحثين المصريين في الحقيقة يتحاملون على المغرب وخاصة على المرابطين وعلى الموحدين، فقط كأن التدخل المغربي في عهد المرابطين وعهد الموحدين ليس له إلا الجانب السلبي فقط. بطبيعة الحال تناقشوا معهم كثيرا في هذا الموضوع، وهم بدورهم اعتمدوا على بعض المصادر الشرقية ولكن بقراءتهم الخاصة كابن الأثير وغيره. فبالنسبة مثلا للمرابطين، النقطة التي تقريبا يكاد يتفق عليها هناك أغلب الباحثين وهي أن الأندلس كانت بها حضارة مزدهرة راقية جدا، وأتى هؤلاء البدو الصحراويون فاحطموا هذه الحضارة وأرجعوا الأندلس إلى الورع. هذا هو الشكل العام، وأن المرابطين لا يمكن أبدا أن يفهموا معنى الحضارة الأندلسية. بطبيعة الحال آنذاك كنت قد أشرت عليهم بالرجوع إلى مجموعة من المصادر سواء الأندلسية أو المغربية قبل إصدار أي حكم، وآنذاك فنتقبل القناعة التي يصلون إليها. بحيث أنه ونلاحظ أنه هذه الحضارة حسب تقديري وحسب ما لدينا من المصادر استمرت، وهناك أعلام كبار سواء في العصرين المرابطي أو الموحدي سواء في المغرب في الأندلس أو المغرب، وحتى عندما تدخل المرابطون في الأندلس واستقدموا مجموعة من أمراء الأندلس وضعهم في أغمات. أغمات آنذاك كانت مدينة راقية جدا، كانت مدينة الأغنياء، ولهذا كنت آنذاك قد حاولت أن أوضح بعض القضايا وأبرز جانبا آخر، بحيث أنه أبرزت في آنذاك بالعكس المغرب كان هو المتضرر وليست الأندلس، لأن عندما يتدخل المغرب في الأندلس سواء في العهد المرابطي أو الموحدي أو المريني، لا ننسى ما الأموال والاستعدادات التي يجب أن يقوم بها المغرب آنذاك لكي يقوم بهذه الحملة، خاصة وأنه لم تكن حملة واحدة بل كانت هناك حملات متعددة، فكان لابد من إمداد الجيوش ولابد من المؤن ولابد من تجنيد القبائل، كل هذا كان يتم في إطار نفير عام يقوم به المغاربة. عندما كانوا يذهبون إلى الأندلس في كلتا الحالتين كان المغرب يتضرر، وهذا الكلام أيضا نجد أنه موجود عند ابن خلدون في العديد من الإشارات يشير إلى هذه النقطة بالذات. في حالة الانتصار عندما ترجع هذه القبائل إلى المغرب يحدث هناك نفور بين هذه القبائل المنتصرة والسلطات، لأنها تطالب بامتيازات أكبر وبنفوذ أكبر. أيضا في حالة الانهزام نفس الشيء، ترجع القبائل مهزومة ضعيفة فتطور ضد السلطات. بمعنى في كلتا الحالتين كان المغرب يتضرر، وهذا ليس فقط في العصر المرابطي أو الموحدي بل حتى في العصر الماريني. العصر الماريني وكانت الأندلس آنذاك قد تقريبا جل الطغور كانت قد سقطت، لم تبقى إلا غرناطة، والمغاربة آنذاك كانوا ينظرون إلى هذه الوضعية بعين عدم الرضا،
لأنه كان يتصلهم الأصداء وأصداء علماء الأندلس حول ما يقع هناك، لأنه العلماء منذ قديم وليس فقط منذ العصر الماريني أثاروا الانتباه إلى ما سوف تؤول إليه الأندلس. وأريد هنا فقط مصدر واحد أعتقد أنه مهم ومهم جدا بالنسبة لهذه الفترة، وهو جنة الرضا لابن عاصم الذي يوضح آنذاك أن السبب في ما وقع في الأندلس يرجع إلى عاملين اثنين. أولا يذكر بهذه العبارة استمالة الأندلسيين من طرف الإسبان، وهو يقصد بذلك التحالفات التي كانت بعضة بين بعض أمراء الأندلس وبعض إمارات إسبانيا. كذلك يذكر عامل آخر هو الخلاف في السلطة، كانت هناك نزاعات داخل هذه الإمارات الأندلسية، نزاعات كبيرة بينهم. ولم يذكر ابن عاصم أي شيء عن المساعدة، مساعدة المغرب لهذا، لأنه طبعا كان يعلم ويرى المجهود الذي يبذله المارينيون في سبيل الحفاظ على الوجود العربي بالأندلس. إذن من هذه النقطة يجب أن يكون هناك وضوح تام، المغرب بدل ما في استطاعته وما في جهده بإمكانياته التي لم تكن إمكانيات كبيرة، لأن المغرب آنذاك أيضا كانت له ظروفه الخاصة، لم يكن دائما مستقرا، إمكانياته الاقتصادية كانت ضعيفة، الظروف الطبيعية كانت ضده، الحروب إلى غير ذلك. فمع ذلك في كل هذه الأجواء كان المغرب يحاول. يعقوب المريني مثلا ذهب إلى أندلس 4 مرات، كان يحاول أن يحافظ على ما تبقى من الأندلس، لأن الأمور كانت تقريبا قد انتهت. ما أريد أن أشير إليه هنا أنه هذا الأمر لا يتعلق فقط بالأندلس، هذا الكلام قيل أيضا حتى عندما ذهب المغرب المرابطون، عندما ذهبوا إلى إمبراطورية غانا قالوا نفس الشيء، قالوا أيضا أنهم حطموا حضارة إفريقية راقية وإلى غير ذلك. ولحسن الحظ هناك أطروحة، هي أطروحة الدكتوراه أستاذ أحمد شكري، وحاول أن يضع هذه يعني أطروحة كلها في هذه النقطة، نقطة لوجود المرابطين في السودان الغربي، كلها يرد فيها على هنا ماشي إخوان في الشرق ولكن الأفارقة. هذا الكلام في الحقيقة لم يقل فقط عن المرابطين، قيل حتى عن السعديين، عن أحمد المنصور الدبي وغزوه للسودان وتحطيمه للحضارة الإفريقية هناك وإلقاء القبض على عدد من العلماء مثل أحمد بابا وغيره وإلى غير ذلك. وهناك أطروحة أخرى أيضا في هذا الشأن، أحد الباحثين الأستاذ مبارك أيت عدي له أطروحة الدكتوراه في هذا الشأن أيضا حول الغزو المغربي للسودان. أستاذ رزوق دقيقة واحدة أخلص بسرعة في هذه الدقيقة إلى مسألة موقف المغرب إبان قيام الثورة. في هذه الفترة كان عبد الله الغالب كما نعلم في عهد أبيه لم تكن هناك أي مشكلة في عهد السعدي، في عهد محمد الشيخ، لكن في عهده هو بدأت بعد بوادر التوتر مع الأندلسيين. أول بادر التوتر هو أنه قام بجمع حسب المصادر حوالي 14,000 أندلسي أكرههم على الجندية وجمعهم في حي معين هو حي رياض الزيتون في مراكش. احنا نتساءل عن سبب قيامه بهذه العملية، هل هو احتراس منهم، هل اكتشف أن لهم علاقات مع الأتراك، هل إلى آخره. هناك عدة أسباب. على كل حال عندما قامت الثورة فعلا استنجدوا بعبد الله الغالب، لكن لم يلبي طلبهم،
المصادر وقد تعرض لها الإخوان أمس، صاحب تاريخ الدولة السعودية يقول بأنه طاروا ووعدهم ولكنه خالف وعده إلى آخره. فيما يتعلق بهذا المصدر يجب تحفظ منه، لأنه هذا مصدر معادي للسعديين، وحتى الاسم اسمه تاريخ السعد الدولة السعدية التقمضرطية، أي في يشير بأن هؤلاء ليسوا بشرفاء في الأول، يعني يناقض رواية أحمد بن القاضي مثلا الذي خصص كل هذا لهذا. فدقيقة واحدة، فعبد الله الغالب سأريد هنا نص آخر، المؤرخ الجنابي الذي حاول أن يتخلص من هذه المشكلة بطريقة أخرى، إذ قال سبب عدم تقديم عبد الله الغالب المعونة للأندلسيين قلة المراكب والأغربة، هذه الأولى، وقال ولعلة أخرى. اسكت، الرجل كان ذكي. لعلة أخرى، هذه العلة واضحة، وهي أن التقارب الذي كان حاصلا بين عبد الله الغالب وأوروبا الغربية، وذلك كعامل توازن في علاقته مع الأتراك العثمانيين، لأن الضغط العثماني كان كبير وكبير جدا، واكتشف فعلا علاقات، كان هذا مثبت في الوثائق، علاقات العديد من الأندلسيين في المغرب مع الأتراك، وسوف يكتشفه فيما بعد أحمد منصور الذهبي، علاقات القادة الأندلسيين مع، حتى قيل أن، شكرا سيزق، آخر كلمة، حتى قيل أن أحمد القاضي في شرح درة السلوك يقول أن الأتراك هم الذين سمموا عبد الملك السعدي. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا. شكرا سيرزوق على عرضه، وسوف أتكلم دقيقة، أمنح على نفسي بما أنني الرئيس. بالنسبة لقضية الأندلس وعلاقة المغرب بالأندلس وعلاقة قضية خروج المسلمين من الأندلس، هذا الأمر بالنسبة لما جاء في جنة الرضا كان مطروحا في عند الخلافة الأموية في الزمن عمر بن عبد العزيز، لأنه لا شك أنه كان وصله تقرير عن الوضعية العامة في الأندلس، فكان له مشروع إخلاء الأندلس آنئذ في القرن الأول الهجري بسبب المشاكل الداخلية التي كانت بها، وهذا الأمر سوف يكرره صاحب أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها، فيقول لو أبقاه الله، يا ليت أن الله أبقاه لكي يقوم بعمله، لأن مصير أهل الأندلس إلى بوار. ننتقل الآن إلى عرض الأستاذ محمد رضا بوتشار، وهو بعنوان إعادة تعمير مملكة غرناطة قبل ثورة البوشارات وبعدها، فليتفضل مشكورا.